انتقدت المرجعية الدينية في النجف انشغال السياسيين بنتائج الانتخابات وعقد التحالفات والتغاضي عن الملف الأمني في العراق. وأكد ممثل المرجعية خلال صلاة الجمعة اليوم عبد المهدي الكربلائي أن استهداف داعش لمواطنين من محافظات ومكونات مختلفة هو دليل آخر على أنه لا يفرق بجرائمه بين مكونات الشعب العراقي. إن استهداف عصابات داعش لمجموعة من المواطنين العراقيين المنتمين إلى محافظات ومكونات مذهبية مختلفة، حيث اختلطت دماء مواطنين من مدينة كربلاء المقدسة بدماء مواطنين من محافظة الأنبار العزيزة، دليل آخر على أن الإرهابيين الدواعش هم أعداء للعراق بجميع مكوناته، وأنهم لا يفرقون في جرائمهم واعتداءاتهم بين عراقي وآخر، فليس من الصحيح التغاضي عن ذلك والانشغال بنتائج الانتخابات وعقد التحالفات والصراع على المناصب والمواقع.